السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تطبيق يجعل او يحول سيارة صديقك يحولها الى سيارة مصدومة او سيارة تحترق، حتى تقدر يعني من خلال هذا التطبيق تخوف صديقك وتقول له مثلا سيارتك يا تحترق او سيارتك مصدومة. فما بطول عليكم في الفيديو، طبعا رابط التطبيق بتحصله في وصف الفيديو. طريقة تحميل التطبيق جدا سهل، كل ما عليك ان تدخل على رابط اسفل الفيديو بالوصف. بعد ما تدخل على رابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع تحميل وتحمل وتثبت التطبيق اي بي كي تثبته على جهازك. بعد التحميل والتثبيت ناس مشوفنا هذا هو التطبيق على سطح المكتب. الحين نفتح التطبيق حتى اشرح لكم. اول ما تفتح التطبيق هذا واجهة التطبيق، اوكي. الحين بيطلب منك ان يقول لك انقر هنا لاختيار الصورة سيارة. لازم يكون عندك صورة سيارة صديقك، فانا مصور سيارة من اول، اوكي. مصور سيارة، انت كل ما عليك انك تصور سيارة صديقك وتيجي لفتح التطبيق. بعد ما تفتح التطبيق اضغط هنا، اضغط هنا، اضغط هنا، فيبدأ يعني يوديك الى مستعرض الصور اللي خاص في جهازك، يعني يجيب لك كل الصور اللي في جهازك. الحين اختار الصورة للسيارة. انا بختار هاي الصورة مثلا، هذا الصورة انا اختار يعني صورتها من خارج المنزل. الحين بعد ما تختار الصورة اضغط على علامة الصح. وبعد ما تختار الصورة هني عندك لازم تشوفون هني، اوكي، تضغط على هذا الخيار. عندك اقسام، ناس ما تشوفون هني، تضغط على الخيار بيطلع لك اقسام. مثلا تبي تخلي السيارة تحترق او تخلي السيارة يعني مصدومة، انا بختار يعني حتى احول السيارة الى سيارة مصدومة. اضغط على رابع اختيار، ناس ما تشوفون اسنان هذا الخيار، ناس تشوفون هذا الخيار. بعد ما تختار اوكي هني بيعطيك مثلا عدة اشكال يكون سيارة مصدومة، انا بختار هذا الثاني اختيار، ناس ما تشوفون هذا الاختيار. بعد ما تختار وجه هذا المكان اللي تبي يكون السيارة مصدومة. الحين تقدر تكبر وتصغر، تتحكم في هذا الشيء، ناس ما تشوفون. بعد ما تحط المكان المناسب في المكان اللي تبي يكون مصدومة اضغط على هذا الزر، ناس ما تشوفون هذا الخشبة، هذا الزر، ناس ما تشوفون هذا الزر، اضغط عليه فخلاص يبدأ يحول السيارة الى سيارة مصدومة. ناس ما تشوفون عندك هني مثلا تبي السيارة يعني زجاج السيارة منكسر، تختار هذا الخيار، ناس ما تشوفون هذا الخيار، فوجه هذا الـ هذا صغر احطه في الزجاج، اوكي. بعد ما تحطه في الزجاج ناس ما تشوفون صغر، حطه في المكان المناسب. الحين اضغط على الـ هذا الزر، ناس ما تشوفون الخشبة السحرية، فيبدأ يعني كأنها مكسورة أو السيارة مصدومة. الحين حتى تضيف حريق في السيارة اضغط على هذا الزر، لازم تشوفون هذا الزر. الحين اضغط على حريق أول خيار، اوكي. يعني عندك عدة نماذج للسيارة، يعني عدة حرائق مختلفة، اختار الحريق اللي يناسبك. فأنا بختار هذا الحريق الثاني، ناس ما تشوفون، اوكي. بعد ما تختار الحريق تقدر تتحكم في الحريق، تضبط الحريق، ناس ما تشوفون، تخليه يعني افقي او مكان المناسب تخليه. بعد ما تحط المكان المناسب، اوكي، ناس ما تشوفون، اوكي. بعد ما تخليه مناسب تقدر تصغر، ناس ما تشوفون، اوكي، وحطه في المكان المناسب واضغط على خلاص كذا انت حطيت الحريق، يعني السيارة كأنها تحترق. الحين حتى تحفظ الصورة في جهازك اضغط على هذا الزر، ناس ما تشوفون زر الحفظ، اوكي، يبدأ يحفظ الصورة مباشرة في جهازك. وبس يعني هذا هو التطبيق، يعني حتى تخوف بها اصدقائك، جدا رهيب، انصحك بتحميله. اذا عجبك المقطع، بس ما بطول الفيديو، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.